في المعلومات الواردة من صناديق الاقتراع في تركيا ورد أن نسبة التصويت في الانتخابات التركية بلغت 84.61% وأنه بعد فرز 66.82% من الأصوات بلغت النسبة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية 43.90%. ينظر لهذه الانتخابات على أنها تمثل منعطفا في تاريخ تركيا الحديث، حيث يطمح حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى تعديل الدستور والانتقال بالبلاد من النظام البرلماني إلى منح صلاحيات أكبر للرئيس. موفد بي بي سي عصام كرماوي وهذا التقرير. منذ أن فتحت صناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحا بدأ الناخبون بالتوافد على هذا المركز هنا في حي قاسم باشا في إسطنبول، وهو الحي الذي ينحدر منه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. سكان هذه المنطقة معروفون بأنهم محافظون بالمقاييس التركية، وعادة ما يصوتون لحزب العدالة والتنمية. هذا الحزب يأمل في أن يتمكن من مواصلة مسيرته السياسية من خلال تشكيل حكومة من الحزب دون اللجوء إلى عمل ائتلاف مع أحد أحزاب المعارضة الرئيسية التركية. ارتفعت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع خلال الساعتين الماضيتين، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة خلال الساعات المتبقية من نهار اليوم، وحتى إغلاق موعد أو إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 5 بعد الظهر. عصام كرماوي، بي بي سي إسطنبول.